بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود رحمه الله: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبع نفسي. قال: فاستمتع بها. قال: أخاف أن تتبع نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاستمتع بها. يقول في ذلك أن هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حال امرأتي وقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. وفسر العلماء هذه اللفظة أي أنها لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة، أو لو تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. هذا جانب من التفسيرات التي فسر بها العلماء هذه اللفظة لا تمنع يد لامس. يبقى معنى هذا الكلام قالوا أنها لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة. وأيضا توجيه آخر قالوا: أي لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غربها. هنا معنى ذلك الكلام إشارة، وأنه قال له أن يطلق هذه المرأة. فقال الرجل وصف من حالي: أخاف أن تتبع نفسي، أي تفوق لي نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاستمتع بها، أي فامسكها وتستمتع بهذه المرأة. وأن ليس معنى ذلك الكلام هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على تلك الفعلة، ولكن هذا المقصد. قال: فاستمتع بها أو امسكها، ومع تقويم خلق هذه المرأة، مع تقويم خلق هذه المرأة. وكما بينا العلماء اختلفوا: يا ترى لا ترد يد لامس، هل ما معنى ذلك؟ قلنا معنى الكلام، البعض قال انه معناه الفجور، وانها لا تمنع ممن يطلب منها الفحش، لا تمتنع ممن يطلب منها الفحش. والبعض وجه الكلام وقال: لا تمنع احدا طلب منها شيئا من مال زوجها. ولا شك ان الاقرب الى ذلك الامر. ليس معنى هذا الكلام لا تمنع يد لامس انها يعني امرأة بتصنع الفاحشة ممن يطلب منها ذلك الأمر، وإلا حيبقى كلام الزوج ده عبارة عن قذف للمرأة، والقاذف يطلب بالبينة أو يطالب بالبينة. هذه مسألة. والأمر الآخر أيضا، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يسكت على مثل ذلك الأمر، لا يسكت على مثل ذلك الأمر. ولكن العلماء قالوا الأقرب في تفسير هذه اللفظة أنها سهلة الأخلاق، ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لأنها تأتي الفاحشة. قال: وكثير من الناس والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها. وكذلك أيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر في هذه الحالة أن يمسك المرأة أو أن يستمتع بها مع حالها، مع حالها الذي وصف. ولكن أقرب الأمور أنها سهلة الأخلاق، وأن معنى هذا الكلام أن إمرها يعني لا نقول تفعل الفاحشة، ولكن قد تختلط بالرجال وقد تتساهل في الكلام والمعاملة مع الأجانب. لما نقول: ولذلك قال: وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، مع البعد من الفاحشة. يبقى معناها سهلة الأخلاق، وأن معنى ذلك الكلام أنها ليس عندها حشمة، وأن لا تمتنع عن الكلام والحديث مع رجال الأجانب، وقد تضاحك هؤلاء. لكن ليس معنى ذلك الكلام
أنها تفعل الفحشة وتقع في الزنا والعياذ بالله، ولكن يبقى معنى الكلام أنها امرأة متساهلة في أمثال هذه الأمور، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها، يبقى يشير إليه بتطليق هذه المرأة إن كانت بهذه الحالة. ولكن لما وصف الرجل من حاله وقال أخاف أن تتبعه نفسي، قلنا نتيجة أنه بيتوق للمرأة ويحب هذه المرأة، فقال فاستمتع بها. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها، قلنا مع تقويم أخلاق هذه المرأة، يبقى يستمتع بها مع تقويم الرجل لأخلاق هذه المرأة، يبقى ده معنى الكلام وده توجيه الكلام. وإلا لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد على معصية أو على فاحشة، ولا يطلب الرجل أن يكون ديوثا، والديوث قلنا الذي يرى الفاحشة في أهله ويسكت، وبالتالي يبقى هذا لا يشم رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من حمل الكلام أنها امرأة سهلة الأخلاق، قلنا معنى ذلك الكلام أنها تتساهل في التعامل مع رجال الأجانب، وقد تضحك هذا أو تمازح هذا، ونقول ليس بقصد الفاحشة، ولكن نقول ده حال كثير من النساء والرجال كما ذكر في ذلك الشارع. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم، قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل لما ذكرناه قال إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب، قلنا كأنه ظفر بهذه المرأة وأراد أن يتزوجها، فقال أنها لا تلد أفتزوجها؟ قلنا بامرأة جميلة، قلنا ممكن تكون دينة وذات حسب ونسب، ولكنها امرأة عقيم لا تلد فأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فقال أيضا نفس الإجابة، ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإنه مكاثر بكم الأمم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي المرأة التي يختارها الرجل لتكون زوجة لها، يبقى ما هي المرأة التي يختارها الرجل لتكون زوجة له، فقال أنه هي امرأة ذات جمال وحسب ولكنها لا تلد. فهذا أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج هذه المرأة، وقال وكأنه علم ذلك بأنها لا تحيض، أو علم ذلك نقول أنه هذه امرأة لا تحيض، وبالتالي المرأة التي لا تحيض يبقى لا تلد، المرأة التي لا تحيض لا تلد. قلنا طبعا لأن الحيض أساسا هو عبارة عن البويضة لما تصل إلى مرحلة ما بتنفجر ثم تنزل بعد ذلك في صورة دماء، لكن نقول امرأة لا تحيض يبقى ليس عندها تبويض، وبالتالي نقول أن الإخصاب بيأتي من بويضة المرأة وأيضا مني رجل، فعلى ذلك يبقى هذه المرأة إشارة أنها لا تحيض أي أنها لا تحمل وكذلك لا تلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، الودود التي تحب زوجها، والولود أي المرأة التي تلد، يبقى نقول أنها تلد وكذلك تتودد إلى زوجها، قلنا وبالتالي لها ارتباط بذلك الزوج. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن آية من آياته أن بالنكاح بيحدث هذه المودة والألفة والرحمة والتراود بين الزوجين دون سابق معرفة قبل ذلك، دون سابق معرفة، قلنا هذا رجل أجنبي وهذه امرأة أجنبية، بمجرد أن عقد عليه النكاح نجد أن هناك مودة وألفة ومحبة بتنشأ في قلبي الرجل والمرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة، قلنا منشأ المودة دي والرحمة إزاي؟ مجرد هو عقد الرجل على تلك المرأة، هي أجنبية، ليس هناك سبب من الأسباب التي يجرى من خلالها المودة والرحمة قبل عقد النكاح، قلنا لا قرابة ولا نسب قبل ذلك، ولكن مجرد عقد النكاح نجد هذه الرابطة القوية بين القلبين. قلنا منشأ ذلك أن الله تعالى بيضع هذه المودة والرحمة في هذين القلبين، فتجد هذه الرابطة والعاطفة والمودة والتراحم بين هذين القلبين. ولذلك نقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وقال تزوجوا الودود الولود، يبقى المرأة التي تحب زوجها وكذلك الولود التي أيضا بتلد. قال وقيد بهذين أن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل مطلوب، وتكثير الأمة بكثرة التوالد. قال يعرف هذان الوصفان في الأبكار من أقاربهن، إذ الغالب سراي طباع الأقارب بعضهن إلى بعض. قال واحتمل والله أعلم أن يكون معنى تزوجوا اثبتوا على زواجها وبقاء نكاحها إذا كانت موصوفة بهذان الوصفين، كما تزوجوا الودود الولود، قلنا يبقى على ذلك هذه من أسرة بتعرف بكثرة الولادة، أسرة بتعرف بكثرة الولادة، فعلى ذلك قال تزوجوا الولود. وكذلك الودود أي التي تتودد إلى زوجها، يبقى في محبة ورابطة بينها وبين زوجها، وبالتالي حتحسن معاشرة ذلك الزوج. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، قال الزاني لا ينكح إلا زانية. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن مرصد ابن أبي مرصد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لا عناق، وكانت صديقاته. قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، قال فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكحها. يبقى كما يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن مرصد ابن أبي مرصد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي فيقال لها عناق، وأن امرأة كانت مشهورة بالزنا وتمارس ذلك الزنا، وكانت صديقته. قال جئت إلى النبي، قال مرصد رضي الله عنه فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنك عناقة، فقال فسكت عني. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يتزوج هذه المرأة، فيترى حيرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو يأذن له في ذلك. قال فسكت عني حتى نزلت الآيات الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكحها. وعلى ذلك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج هذه المرأة الظاهرة لزناها، هذه المرأة الظاهرة لزناها، وأن دي كان أمور معلومة في الجاهلية، يعني هذه أمور كانت بيتداولون ذلك الأمر في الجاهلية، ولكن أتى الإسلام وحرم هذه الفاحشة ولذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يتزوج هذه المرأة البغي التي تعرف بالزنا. ولذلك قال فيه دليل على أنه لا يحل الرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، قال دليل على أنه لا يحل الرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الحديث لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه صريح في التحريم، وحرم ذلك على المؤمنين، قال فإنه صريح في التحريم. قلنا المؤمن ليس من أخلاقي أن يتزوج بامرأة تعرف بالفاحشة، يبقى المؤمن ليس من أخلاقي أنه لما يتخير امرأة يتخير امرأة مشهورة بالفاحشة، ولكن يتخير المرأة الدينة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تنكح لأربع، وقال لدينها فاصفر بذات الدين تربت يديك. يبقى نقول المطلوب أنك أنت يبقى تختار المرأة الدينة، وأن المرأة الدينة المرأة الصالحة هتعين الرجل على أمري الدنيا والآخرة، أربع من السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها المرأة الصالحة، أربع من السعادة قال منها المرأة الصالحة التي تعين الرجل على أمري الدنيا والآخرة. وقلنا المرأة الدينة التي تعرف بتطبيقاتها لكتاب ربها سبحانه وتعالى ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن هذه امرأة نقول معروفة بالفاحشة أو التساهل في التعامل مع الرجال الأجانب، فيبتعد عنها الإنسان، يبتعد عنها الإنسان. تخير المرأة الدينة، أي نقول المرأة الدينة المعلومة والمعروفة بالحياة ومعروفة أيضا بالأخلاقيات الطيبة، هذه أم لأولادك بعد ذلك، نقول المرأة التي نختارها هي أم لأولادنا، فمن تتخير يبقى ما هي الأم التي تختارها لأولادك، نقول على ذلك فلا بد أن يكون عند أخذ القرار من هي المرأة التي نرتبط بها تنظر أن هذه المرأة تصلح بعد ذلك أن تكون أما لأولادك أم لا، تصلح لتربية الأولاد أم لا. نقول هي البيئة التي سيتعرف عليها ذلك الطفل
ويمضي مع الأوقات الطوال أكثر من إمضاء هذه الأوقات مع الأب. لذلك تتخير أما لأولادك، يبقى ده من ضمن القرار، أو نقول هذه صورة في أخذ العبد للقرار. يبقى نقول والله لا نتخير امرأة نراها أنها زوجة فحسب، ولكن نقول أن هي تنظر إليها هل تصلح أن تكون أما لأولادك أم لا. فلذلك قال تزوجوا الودود الولود، وقال تنكح المرأة الأربع منها ذات الدين، فاصفر بذات الدين تربت يداك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في الآية خمسة أقوال، البعض قال أنها منسوخة وناسخ لها، وأنكحوا الأيام منكم، فدخل الزنية في أيام المسلمين، وعلى هذا أكثر العلماء، ويقولون من زنى بامرأة فلو نتزوجها ولغير نتزوجها، يعني قال ومن زنى بامرأة فلو نتزوجها ولغير أن يتزوجها. يبقى نقول رجل فجر بامرأة، هل يا ترى حتم لازم أن يتزوج المرأة دهية؟ يعني كما هو يعني معلوم عند الكثير من الناس، نقول لا، هذه امرأة فاجرة ورجل فاجر، امرأة زانية ورجل زاني. يبقى البعض كده يقول والله فيصحح هذا الخطأ بأن يتزوج المرأة، نقول لا، الشرع لا يوجب عليه ذلك الأمر، لكن هو بيتكلم على مسألة قال من زنى بامرأة فلم يتزوجها الغير يتزوجها، رجل فجر بامرأة هل يا ترى تحرم عليه؟ ده معنى الكلام، نقول لا، هي لم تحرم عليه، ولكن أراد أن يتزوج هذه المرأة فتمكث حتى تنقضي عدة هذه المرأة من الزنا، ثم سواء كان تزوجها أو غير ذلك رجل يتزوجها. لكن مش معنى الكلام أن رجل فجر بامرأة نقول عند ذلك واجب أن يتزوج هذه المرأة، نقول لا، الشرع لا يجب هذا الأمر. نقول هي زانية فعلت فاحشة، لو أقمنا الحد فتضرب 100 جلدة وتغرب عام، وهو أقيم عليه الحد يضرب 100 جلدة ويغرب عام، طالما كان أعزب، طالما كان بكرا، وكانت المرأة كذلك يعني بكرا، غير المرأة المتزوجة أو رجل المتزوج. قلنا لو وطأ رجل في نكاح صحيح فأصبح محصن، عند ذلك نقول لو ثبت زنا فبيرجم حتى الموت، لكن 100 جلدة يجلد بها الأعزب، وكذلك المرأة التي لم يسبق لها الزواج إن زنت. لكن يا ترى قلنا في البعض بيظن أن رجل فجر بامرأة إذا عند ذلك تزوج هذه المرأة يصحح هذا الخطأ، نقول هو يعني فعل فاحشة وهي فعلت فاحشة، هي زنى هو زنت، العقوبة الأساسية لو رفع ذلك الأمر إلى الحاكم وكان ممن يقيم الحدود، يبقى حد هذه المرأة هتجلد 100 جلدة وتغرب عام، والرجل أيضا يجلد 100 جلدة ويغرب عام، كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيتكلم عن مسألة لو رجل فجر بامرأة هل تحرم عليه؟ نقول لا، لا تحرم عليه، ولكن إن أراد تزوج المرأة يبقى لا تزوجها إلا بعد انقضاء العدة من الزنا، قلنا الآن ده وطئ، فالوطئ عند ذلك تزوج المرأة إلا بعد انقضاء عدة هذه المرأة، سواء تزوجها ذلك الرجل الذي فجر بها أو تزوجها غير ذلك الرجل. قال أيضا القول الثاني نكاح هنا الوطئ، قال الزانية ينكح إلا زانية، أي لا تطأ إلا زانية، أو لا تطاوع على الفعل إلا زانية مثله، يبقى الزاني ده لا تطاوع على الفعل إلا زانية مثله، أو هذه الزانية لا يطاوع على تلك الفعل إلا زاني مثلها، يبقى نقول إن هو يعني هذا زاني بيزني بزانية، يبقى رجل زنى نقول إن هو زنى بزانية، فنقول من الذي تطاوعه؟ يبقى زانية مثله أيضا على ذلك الخلق السيء، هو كذلك أيضا رجل الذي طوع المرأة هو على مثل خلقها السيء، فهذا خلق سيء، وبالتالي بفاحشة لا يفعل هذه الفاحشة إلا أصحاب الأخلاق الدنيئة. كذلك أيضا قال الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزانية. قال إن هذا كان في نسوة، كان الرجل يتزوج إحداهن على تنفق عليه مما كسبته من الزنا. وقال والخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية. يبقى نقول هنا بيحرم نكاح المرأة الزانية على العفيف، رجل يعرف بالعفة يبقى يحرم عليه تزوج بزانية، وكذلك المرأة العفيفة يحرم أن يزوجها أولياها لرجل زاني، يبقى يحرم على أوليائها أن يزوجوا المرأة العفيفة برجل زاني، لأن الله تعالى كما قال قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. نقول على ذلك بيميل إلى هذه الطباع الخبيثة، قلنا لا يميل إلى الطباع الخبيثة إلا من كان على شاكلة تلك المرأة، وأن المرأة لا تميل إلى الطباع الخبيثة التي تكون على الرجل إلا إن كانت على شاكلة ذلك الرجل، وبالتالي
بيحرم زواج العفيفة بالزاني أو زواج العفيف بالزانية. وقال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زنا. قال يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زنا. قال ولعل الوصف المجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا. وكذلك الرجل يحرم عليه تزوج بالزانية التي ظهر زناها. يبقى يحرم على الرجل تزوج بمرأة ظهر زنا. ويحرم أيضا على المرأة تزوج برجل الذي ظهر زنا. يبقى قال لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قلنا معنى الكلام هنجد أنه هو بيرغب الرجل الزاني قد لا يرغب في العفيفة والمرأة الزانية قد لا ترغب في العفيف. فإذا معنى الكلام وبالتالي الزاني ينكح إلا زانية نقول هو يميل إلى المرأة غير العفيفة. نقول لأنه هو ما وقع في هذه الفحشة إلا لدناسة في خلق الإنسان. يبقى يا ترى متى يقع في الفحشة؟ قلنا يبقى نتيجة دناسة في خلق هذا الإنسان. وبالتالي نقول أنه هو يعني يتعفف من أن يتزوج بالعفيفة، من يتعفف أن يتزوج بالعفيفة ولكن لا يقبل إلا الزواج من الزانية التي تكون على شاكلته. وأن هذا رجل سيء الأخلاق يبقى بيرتبط بامرأة سيئة الأخلاق. امرأة سيئة الأخلاق يبقى تسعى أن ترتبط برجل سيء الأخلاق. على ذلك يبقى ده الحال. وده طبعا مفهوم أو دليل هذه الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر باب آخر وباب في الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها. الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها. قال في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. قال من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. وكذلك في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. فيا ترى هل يصلح يبقى عتق الأمة أن يكون صداق لتلك الأمة ده مهر لها ولا المهر لابد أن يكون شيئا من المال يدفع إليها؟ فبيذكر هذه الترجمة في رجل يعتق أمة ثم يتزوجها. فقال في الرواية الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجرا. أن طبعا الرجل يعني له أن يستمتع بملك اليمين، يعني بيستمتع بملك اليمين. والله تبارك وتعالى كما بيّن أن الرجل إما أنه بيستمتع بزوجته التي عقد عليها بعقد النكاح، أو لو كانت هناك أمة مملوكة لذلك الرجل جاز أن يتخذ هذه الأمة يعني فراشا له وطاء له. وأن طالما لم تكن أمة مزوجة فيبقى ده ملك اليمين فيبقى يتسرى بها. ولكن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو أعتق هذه الجارية ثم تزوجها فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن العتق ده من أجل القرب إلى الله تبارك وتعالى. وبقدر ما يعتق الإنسان من هذه الأمة أو ذلك العبد يعتق أيضا نفس العضو منه من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فيها الحث والتحريض على مسألة العتق وتشوف الشارع إلى عتق أيضا الرقاب. قلنا لأنه بيملك الحرية فعبادة هذا المعتق تكون كاملة غير عبادة طبعا العبد، لأن العبد لابد أن يقوم بخدمة السيد فقد يعطل عن جانب من العبادات غير طبعا الحر. نقول يستطيع أن يقوم بأي عبادة من العبادات، لكن نقول أن العبد أو الأمة تكون في خدمة سيدها أو يكون العبد في خدمة سيده، فعند ذلك نقول قد يعطل عن جانب العبادات لأن ده أعمال موكولة إليه. لكن لما بيملك الحرية يبقى كامل العبادة عند ذلك. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أعطى جارية وتزوجها كان له أجران، كان له أجران. وأن مع أنه هو هي الجارية ملك لذلك الرجل ويستمتع بها، ولكن لما يقوم بعتق الجارية ثم تزوجها يبقى عند ذلك نقول العتق مجرد العتق نقول طاعة لله تبارك وتعالى، ومن أجل الطاعات ومن أجل القرب إلى الله تبارك وتعالى. لذلك تشوف الشرع إلى ذلك. نشوف الإنسان لما بيحنث في يمينه في كفارة اليمين نقول فيها عتق رقبة،
في مثلا الظهار عتق رقبة، وقع الرجل عمراتي فيها عتق رقبة، نقول والله في قتل الخطأ فيها عتق رقبة، فنجد أن الشارع تشوف إلى عتق الرقاب، وإلى أن يتملك ذلك العبد الحرية وتلك الجارية الحرية، فهذا أكمل له في العبادات. لذلك نجد أن الشارع حث وحرض على ذلك، فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كان عنده جارية فقام بتأديبها وإصلاح تلك الجارية ثم اعتاق فتزوجها، كان له من الأجر، قال رجع من الأجر، أو كان له أجران، كان له أجران. يبقى لو كان عنده جارية وأحسن تربية هذه الجارية ثم اعتاق فتزوجها كان له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من الرجل كان عنده جارية فأحسن تأديب هذه الجارية ثم اعتاق فتزوجها كان له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فيه دليل أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة، وقد أخذ بظاهره يعني جانب من العلماء. يبقى لو أعتق هذه الأمة، ونقول من الممكن أن يكون عتق الأمة ده هو الصداق المقدم إليها المهر، ونقول أن المهر ده بيبقى شيء مالي بيدفع إلى المرأة، فعند ذلك الشارع جعل العتق هو صداق تلك المرأة المعتقة، صداق هذه المرأة المعتقة. فهذا يصلح، يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يبقى هذا كلام مطبقه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق جارية وتزوجها كان له أجران. فقالوا أن مجرد العتق ده يبقى هو الصداق المدفوع إلى تلك المرأة، الصداق المدفوع إلى تلك المرأة. العلماء اختلفوا في ذلك الكلام، قلنا اختلفوا في هذا الكلام، لكن نقول على ظاهر الرواية صحة جعل العتق صداق المعتقة، يعني صحة جعل العتق ده ذاته هو صداق تلك المرأة المعتقة. يبقى نقول بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء أيضا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البعض نقول أنه هو اختلفوا في توجيه تلك الرواية، ولكن ظاهر الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي، ونقول له هي وقعت في الأسر، وبالتالي أعتق صفية بنت حيي رضي الله عنه وارضاه، وجعل صداق صفية هو في عتقها. يبقى لما اعتقها هو ده الصداق اللي قدمه، وبالتالي وطاها فين المهر، يبقى هو الصداق هو العتق. قلنا لأن العتق ده عبارة عن، قلنا الجارية عبارة عن قيمة بضاعة، قلنا سلعة زي السلعة لها قيمة، فلما اعتقها وكأنه اشتراها بهذا المبلغ، نتخيل كده كأنه اشترى المرأة بهذا المبلغ، يبقى نقول والله ما ثمن هذه الجارية لو تباع، ثمن هذه الجارية أو قيمة هذه الجارية بكذا، يبقى هو كأنه لما أعتق الجارية كأنه وهبها ذلك المال، وهبها ذلك المال، كأنه لها يعني كأنها اعتقت نفسها بمال ثم دفع لها ذلك المال كمهر. ادي معنى الصداق، او العتق بيبقى صداق. معناه ازاي؟ نقول والله المرأة الجارية دي بكذا من المال، نقول وكأنها اساسا كتبت هذا الرجل، كتبت هذا السيد على مبلغ من المال، دفعت المبلغ من المال ملكة الحرية، وكأنه تقدم لها ودفع لها ذلك المال كمهر. ادي عتق الجارية هو صداق تلك الجارية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأنه دفع مال، كأنه دفع مال، وفين المال اللي دفعه؟ قلنا وقيمة هذه المرأة المعتقة، قيمة هذه المرأة المعتقة، فلذلك أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يبقى ده صداق أساسا لقيمة، لقيمة يعني صداق لقيمة، صداق لقيمة، فين القيمة؟ قلنا هذه القيمة، وكأنه رد عليها القيمة، كأنها أساسا اشترت نفسها بهذا المال ثم دفع ذلك المال كمهر لها. يبقى ادي معنى الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق جارية وتزوجها كان له اجران، كان له اجران. يبقى اجر العتق واجر التزويج كما قال وكما وجه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر، وباب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة
رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قال فتنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية لك. قالت ليس لست بمخلية بك، وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب ذرة أو ذرة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من رضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فبيذكر هنا قال بيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حرمة بتنتشر عن طريق الرضاعة كما تنتشر حرمة عن طريق النسب. يبقى زي ما الحرمة تنتشر عن طريق النسب، أيضا الحرمة بتنتشر عن طريق الرضاعة. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا المحرمات من النساء، هذه الأم محرمة، هذه الأخت محرمة، هذه بنات الأخ، هذه بنات الأخت، وهكذا هذه العم، هذه الخالة، يبقى لها من المحرمات. أيضا هذه الحرمة تنتشر عن طريق الرضاعة، تنتشر أيضا عن طريق الرضاعة. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات من الرضاعة كالمحرمات من النسب، فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال الرضاعة قال هي مص اللبن من الثدي، وهي مص الرضيع اللبن من الثدي الآدمية في وقت مخصوص. أن الرضاعة المقصود بها دي في وقت معين، الرضاعة المقصود بها ده يبقى في وقت معين، هي الوقت الذي إن ارتضع فيه الرضيع من هذه المرة تنتشر الحرمة، تنتشر الحرمة طبعا بخمس رضعات مشبعات معلومات كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ففي الشرع مص الرضيع اللبن من الثدي الآدمية في وقت مخصوص، ومش شرط يكون مص الثدي، ولكن نقول ان هو متى شرب ذلك اللبن. من الممكن يحلب لبن ثدي هذه المرأة بعيدا عن التقام الطفل ثديها، وبالتالي يغذى بذلك اللبن، يغذى بذلك اللبن. يبقى متى غذي بلبن هذه المرأة يبقى تنتشر الحرمة، سواء قام بمص ثدي المرأة او ان هو اساسا تم حلب ذلك الثدي ثم يناول ذلك الطفل هذا اللبن، يناول هذا الطفل ذلك اللبن. المقصد من كده هذا لبن هذه المرأة، فإن غذي به الطفل في فترة وقت مخصوص اللي هي في الحولين، يبقى في الحالة دي بتنتشر الحرمة طالما كان وفى هذه العدد الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها أن الحرمة تنتشر بخمس رضعات معلومات كما سنبين من كلام عائشة رضي الله عنها. قال وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروع من النسب والرضاع، وليس التحريم من رضيع إلى آباء وأمهاته وإخوته وأخواته. يبقى قال الدليل على أن الرضاع حينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو، يبقى يحرم على نقول هذا الطفل الرضيع، يبقى دي أم من الرضاع تحرم عليه، يبقى نقول هي ليست بأم نسبا، هي في الحقيقة كانت امرأة أجنبية، ولكن لما ارتضع منها ذلك الطفل صارت أما له، فأمه هي من الرضاع. وبالتالي قال يبقى دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروع هذا الولد ومن النسب والرضاع، يحرم عليها فروع من النسب والرضاع. يبقى نقول ان الطفل ده لما ارتضع من هذه المرأة يبقى هذه المرأة اصبحت اما لذلك الطفل، اولادها يبقى نقول اخوات لذلك الطفل، اولاد من الرضاعة يبقى نقول هذا اخي من الرضاعة، هذه اخت من الرضاعة. كل من اجتمع على ثدي هذه المرأة هيصبح يعني نقول ان هو اخا له من الرضاعة، سواء كان من هذه المرأة او كان اجنبيا عنها وارتضع منها. يبقى نقول المرأة دي نقول قامت بإرضاع ذلك الطفل ده أجنبي عنها أساسا أصلا، أصبحت أما لهم الرضاعة، نقول أرضعت آخر أصبحت أما لهم الرضاعة. فكل من اجتمع على ثدي هذه المرأة يبقى نقول إن هو أصبحوا إخوة من الرضاعة، إخوة من الرضاعة. يبقى المرأة أما لهم الرضاعة، وكل من اجتمع على ثدي هذه المرأة أصبح أخا لهم الرضاعة. فلذلك قال ويحرم عليها فروع هذا الولد من النسب والرضاعة، يبقى فروعه من النسب والرضاعة كل ده هيحرم، يبقى هذا الولد يحرم وفروعه أساسا
يبقى فروعه ان تزوج وانجب يبقى فروع الولد ده ايضا هيحرم عليه ايضا هذه المرأة. يبقى دي ام الرضاع دي جدته من الرضاع، نقول جدته جدة هذا الولد من الرضاع، يبقى النسب ده دي جدته، نقول لان ام لزوجه وام لابيه ولكن كانت من الرضاع، يبقى النسب زي الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى كانها يعني نسيبة لهذا الرجل. يبقى تحرم تحرم جدة، نقول ام الاب تحرم على الحفيد، تحرم على الحفيد وكذلك تحرم على ام، يبقى جدته من الرضاع اللي هي ام ابي من الرضاع، يبقى هذه ايضا تحرم عليه. قال ولا يسر التحريم من الرضيع الى ابائه، يبقى هذا طفل ارتضع من هذه المراه اصبحت اما له من الرضاع، هل يجوز لوالد الطفل الرضيع ده ان يتزوج هذه المراه التي اصبحت اما لابن من الرضاع؟ نعم، ما تنتشرش الحرمه بهذا الامر، بل الحرمه مش هتنتشر الى ابائه او امهاتي او اخواتي او اخواتي. يبقى نقول اخوه اراد ان يتزوج هذه المراه، نقول هي المراه دي اصبحت اما لاخيه من الرضاع، نقول هذه الحرمه تنتشر للولد وفروع الولد، لكن لا تنتشر لا لابي ولا لامي ولا اساسا لاخي ولا لاختي. نقول يبقى هم لسه اجانب، عشان كده في بعض الاحيان نقول هذا رجل او طفل ارتضع من هذه المراه، هل يجوز لاخي ان يتزوج بابنه هذه المراه؟ يجوز، يجوز، نقول والله دي اساسا اخت اخي من الرضاع، هو اخوه من النسب ودي اخته من الرضاع، نقول في ذلك ما فيش حاجه اسمها بما ان اذا ده اخته من الرضاع، نقول كانك بالضبط هتنقل هذا الولد الى النسب ده، كانه يعني تنقل الولد ده للنسب ده، يبقى نقول والله في الحاله دي هي اخته من الرضاع، هي اخت فلان اللي هو اخي من النسب، لكن نقول الحرمه لا تنتشر الى اخيه، فاخوه يتزوج هذه البنت لا حرج، لانها لم تجتمع مع ذلك على ذلك السد، ولكن اجتمعت مع اخيه، يبقى اخوه نقول هو نفصله، لكن ما زالت نقول يعني وجود ده هذا اجنبي بالنسبه لهذه البنت، اجنبي بالنسبه للام، نقول هذا الولد نقول عند ذلك الحرمه في مساله السفر في مساله الخلوه لا حرج، لما يختلي بهذه المراه هذه ام الرضاع يسافر مع ام الرضاع تحرم عليه حرمه ابديه، لكن نقول اخوه لا تنتشر له الحرمه. فلذلك قال ولا يسر التحريم من الرضيع الى ابائه وامهاته اخواته واخواته، فلابي ان ينكح المرضعه، قال اذ لا مانع من نكاح ام الابن وان ينكح ابنتها، وكما صار الرضيع ابن المرضعه تصير هي امه فتحرم عليه هي واصولها ومن النسب والرضاع، واخواتها واخواتها من النسب والرضاع هم اخواله وخالاته. يبقى قال ان امه، يبقى في الحاله دي هذه ام رضاع، يقول على ذلك وهذه خالته من الرضاع، يبقى هذه وهذا خاله من الرضاع، يبقى نقول دي امه من الرضاع، وبالتالي احنا هنبص للنسب بتاعها، هذه ام الرضاع، طب ام هذه الام يبقى جدة هذا الولد من الرضاع، نقول والله اخت هذه المرأة يبقى خالته من الرضاع، اخو هذه المرأة المرضعة يبقى ايضا خاله من الرضاع، يبقى خاله من الرضاع، خالته من الرضاع، نقول جدته من الرضاع، جده من الرضاع. يبقى على ذلك قال وان كما صار الرضيع ابن المرضعة تصير هي امه فتحرم عليه هي واصولها من النسب والرضاع، اخواتها واخواتها من النسب والرضاع هم اخواله وخالاته. يبقى شوف الحرمة هنا مش هيقتصر على المرأة فقط، لكن هتنتشر المرأة ايضا، هتنتشر الحرمة الى اخوات المرأة والى اخوة هذه المرأة والى اصول هذه المرأة. يبقى اصولها نقول الاب والام، يبقى دول والله جده من الرضاع، جدته من الرضاع، دي خالته من الرضاع، وده خاله من الرضاع، وده خاله من الرضاع، يبقى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وان صار اللبن من حمل زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع، قال وان صار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع، كما سيذكر بعد ذلك الباب التالي اللي هو لبن الفحل، قال باب في لبن الفحل. الحرمه بتنتشر ايضا للرجل، يبقى نقول ده ابوه من الرضاع، ابوه من الرضاع، مع ان الرجل لم يرضع ذلك الولد، ما ارضعته الا المراه، ولكن نقول ان ذلك الرجل كان سببا في اللبن الموجود للام، فعند ذلك طالما كان لها زوج، يبقى لو كان لها زوج يبقى الزوج هو السبب في وجود هذا اللبن، اما نتيجه الولاده او بالوطء بيزداد لبن هذه المراه، فنقول ان الحرمه بتنتشر ايضا للزوج، الحرمه ايضا تنتشر للزوج، وبالتالي يبقى نقول ان هذا
أبوه من الرضاعة، أبوه من الرضاعة، أنه هو كان السبب، كان السبب في وجود هذا اللبن لهذه المرأة المرضعة. قال إن صار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع، ولا يذهب التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه، فالأم الرضيعة تنكح صاحب اللبن وصار الزوج، يبقى لا يذهب التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه، فالأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار الزوج أباء فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع، فهم أعمامه وعماته ويحرم إخوته أخواته من النسب والرضاع، إذ هم أعمامه وعماته. زي ما احنا قلنا المرأة كده دي أم من الرضاع، هذه خالته من الرضاع، وهذه أيضا نقول خاله من الرضاع. كذلك بالنسبة للرجل ده أبوه من الرضاع، ويبقى ده عمه من الرضاع، دي عمته من الرضاع. بنفس الأمر بينطبق على المرأة الأم المرضعة بينطبق على الرجل الذي تسبب في وجود اللبن، الذي تسبب في وجود اللبن. ونقول ان الامر ده هنذكره ان شاء الله تعالى لما نيجي نتكلم على مسألة لبن الفحل. لبن الفحل هل فعلا بتنتشر بالحرمة ولا الحرمة بتنتشر عن طريق اللبن الذي امتصه الولد من ثدي تلك المرأة؟ لكن هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرمة بتنتشر ايضا الى الزوج، الى الزوج الذي تسبب في ايجاد هذا اللبن، غير لما تكون امرأة نقول والله كانت مرضعة، كانت مرضعة رضعت ذلك الولد وانتهت رضعته، المرأة دي تزوجت بعد ذلك، تزوجت، يبقى نقول لهذا الزوج ما يكونش أب لهذا الولد من رضاع لأنه لم يتسبب في وجود اللبن. نقول مع أنه بقى زوج المرأة وزوج المرأة لكنه لم يتسبب، فهذا ليس بأبي من رضاع، أبي من رضاع يبقى كان متسبب في وجود اللبن، قلنا لأن اللبن ده بيزداد بالوطء أو نتيجة أنه كان حمل المرأة ولما ولدت المرأة فصار ذلك اللبن في ثديها، يبقى نقول ايه السبب؟ يبقى نتيجة الحمل، حتى لو سقط يبقى اصبح سقط ولكن وجد ذلك اللبن في ثديها، ده كان نتيجة الحمل او نتيجة الوط. فنقول لو كانت هذه المرأة موطوعة لذلك الرجل وصار ذلك اللبن في ثديها ارتضع ذلك الغلام، فنقول عند ذلك حتنتشر الحرمة، والحرمة تنتشر الى الاب ايضا، نقول هذا ابوه من الرضاع وهذه امه من الرضاع. ولكن نقول لو كان الرجل لم يتسبب في اللبن فهذه امرأة أرضعت ذلك ثم تزوجت بعد ذلك، نقول لا تنتشر الحرمة، لا تنتشر الحرمة إلى الأب لأنه لم يتسبب في وجود ذلك اللبن. لكن لو تسبب في وجود اللبن يبقى نقول هذا أبوه من الرضاع، هذا عمه من الرضاع، هذه عمته من الرضاع، وكذلك الأصول، هذا جده من الرضاع، هذه جدته من الرضاع. زي ما قلنا على المرأة هنقول ذلك على الرجل، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكره الشارح من أحوال في المرة القادمة. نتبه ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.